تحية طيبة أعزائنا المتداولين. نما مؤشر الدولار الأمريكي طوال الأسبوع الماضي، وتم تحديثه لمدة أقصاها 6 أسابيع. ينظر المستثمرون إليها كعملة ملجأ على خلفية الحروب التجارية العالمية والتباعد في الاقتصاد العالمي. خفضت المفوضيات الأوروبية توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو إلى 1.3% في عام 2019 مقارنة بالنمو الفعلي البالغ 1.9% في عام 2018. وباستثناء المملكة المتحدة، يمكن أن ينمو اقتصاد البلدان 27 المتبقية في العام الحالي بنسبة 1.5%، وهو أقل بشكل ملحوظ من النمو بنسبة 2.1% في عام 2018. وساهمت هذه التوقعات الصغيرة في انخفاض اليورو إلى 1.13 نقطة مقابل الدولار الأمريكي. من بين مؤشرات الأسهم العالمية، أظهر مؤشر ASX 200 الأسترالي زيادة ملحوظة بنسبة 30% تقريبا على مدار الأسبوع. ساهمت الزيادة المستمرة في أسهم خام الحديد في هذا، فتم تحديثها لمدة أقصاها 4.5 سنوات. من بين قادة الانخفاض لهذا الأسبوع مؤشر نيكي الياباني ومؤشر داكس الألماني، ويخشى المستثمرون من أن اقتصادات هذه الدول قد تعاني في حالة حدوث انخفاض في التجارة العالمية. في شهر ديسمبر كان فائض التجاري الألماني ورصيد الحساب الجاري أقل من المتوقع. في 14 فبراير سيتم الإعلان الناتج المحلي الإجمالي الألماني للربع الرابع من العام الماضي، مما قد يؤثر على ديناميكيات مؤشر داكس واليورو. هذا كل ما نستطيع قوله فيما يتعلق بالأسبوع الجاري. ختاما نتمنى لكم تجارة مربحة مع شركة IFC Markets. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.